ما بين انه انتوا هسه قاعدين برا بتشربوا نسكافيه وجيتوا هون هو قرار، ما بين انه انت اخترت انك تطلع من اول ما اجيت او بعد ما طلع اثنين ثلاث حكوا، وانك لحد الان قاعد استنى حتى لو الساعه صارت اثنتين الوقت اخر، هو قرار. قرار بانك انت بدك تكون افضل، بدك تغير، انت تستحق الافضل. وما ان كنتوا ضايلين لحد هسه، ما انه انتوا قررتوا انك تكونوا افضل، انا كمان بدي اقوم واكون افضل وابلش الحكي اللي فوق، لانه خايف ابلش فيه. مبدئيا ما ان كنتوا ضليتوا لهون تذكروا حالكم. طيب كثير في ناس في حياتنا بنحس انه هذول الناس هم متميزين بتاثيرهم على غيرنا. مرات تأثيرنا على غيرنا بالشغلات الحلوة اللي موجودة جواتنا اللي احنا مرات ما بنحس فيها، تأثيرنا على انه احنا في عنا شغلات حابين نطلعها، حابين نساعد غيرنا، بس ممكن احنا مش قادرين نساعدهم. اذا كان احنا قادرين نساعدهم فبكون لنا تأثير. القرار بانه يكون لنا تأثير على الناس هو بيجي من العقلية اللي نمتلكها وطريقة التفكير تبعنا. هذا بيجي من الأعصاب بشيء اسمه التدفق الذهني أو flow state، وهو ما يسمى بالطلاقة الذهنية. الطلاقة الذهنية وهو الذكاء الزائد. الذكاء هو شيء مختصر، في ناس تنمو للذكية وناس تنمو للذكاء، بس إذا تبت حالك راح تصير ذكي. التدفق الذهني هو الكنز اللي موجود جواتنا اللي إحنا نقدر إذا طلعناه نوصل للكنز اللي بنقدر نأثر فيه على نفسنا، نوصل للتأثير علينا وعلى غيرنا حتى على اللي حوالينا. إذا قدرنا نطول الكنز هذا، التدفق بنشعر فيه بتوحد وتركيز كامل مع الشيء اللي بنقوم فيه، لدرجة إنه إحنا نوصل لمرحلة الاستغراب المطلق، يعني إحنا بنبطل واعيين على أي شيء حوالينا، وبهي اللحظة بنشعر بشعور من الصفاء الذهني، يعني إحنا ما بيكون في أي شيء بنفكر فيه غير الشيء اللي بنقوم فيه، يعني أنا قاعد بفكر في قرار بمشكلة عندي، ما في أي شائبة بتأثر علي ولا أي مؤثرات خارجية ممكن تعكر صفة تفكيري. نوصل بالنهاية لإبداع إنساني من نوع فريد، تطلع معنا أجود الأفكار، نشعر بجودة الحياة. التدفق بنمر بدور من أربع مراحل، المرحلة الأولى هي الإجهاد، وهون التعب أو الشغل الصعب اللي بنعمله لو كنت رياضي أو المعزوفة اللي بدك تألفها عشان الكل يسمعها إذا كنت موسيقي، أو الرسمة اللي بدك تفرجيها لكل الناس اللي بتعرفهم إذا كنت رسام. هو العصف الذهني اللي دائما بنبذله حتى نحل مشكلة ما حدا قادر يحلها حوالينا، لأنه بتم تحميل كم هائل من المعلومات على الدماغ لدرجة إنه بوصل لمرحلة ما قبل الانفجار. مرحلة ثانية الاسترخاء، تطلع برا المشكلة تماما عشان العقل يرتاح، تطلع تمشي تسبح عشان تطلع دماغك من مرحلة الوعي إلى مرحلة اللاوعي. عشان نوصل لهي المرحلة احنا بحاجة غرف في أساسه وهو المكان. عشان نختار المكان يجب أن يكون قرار، يعني منطقة مفتوحة، يعني أنا شايف الأفق قدامي، الأفق تبع السماء لازم أكون شايف قدامي. في شخص درس التدفق الذهني اسمه حسين بربطي بيحكي لا تعسى ذهنا لا يزني لما هو خارجه ولا يندب ويشتغل مع نفسه. يعني اذا انت ما قعدت حالك واشتبكت مع افكارك وتقربت مع افكارك انت تشعر بالذهن تعيس، يعني انه انت لسه ناقصك كثير، انت بدك تطوير لذهنك. بالفراغ بنوصل لجزء كثير مهم بضبط وتعديل ما يجب ضبطه من افكارنا وقراراتنا. بالفراغ كل ما اتسع الافق كل ما كانت المنطقة كثير مفتوحة زي ما انتم شايفين، كل ما كانت فرصتنا أحسن وأكبر من الوصول لحالة التدفق الذهني. بالفراغ بنواجه نفسنا
تضيع جوار القرار. المرحلة الثالثة وهي أهم مراحل التدفق، عشان هيك سميت على اسم الحال، وهي يارا نايمين بالبيت صار لي آلة تدفق، لا هي من سلوك تفكيري انا مسؤول اني اوصله. يجب اني اكون انا عادل مع نفسي وغير ظالمين لعقولنا، لانه ما بصير احكي انا مش زي غيري، لا غيري زيي ولا يمكن احسن منهم، لانه ما دام غيري عمل غيري هو اراد، الظروف موجوده عندك وعنده، لكن انت اللي اخترت، اذا غيرك اختار انت بتقدر تختار. الناس بحاجتك، وزي ما بقولها دائما الدكتوره ساره، لا تقتل شغفك. دائما الشغف اللي عندك، الاشي اللي انت تبدع فيه، اطلق العنان لابداعك، يعني ما تخلي في حاجز قدامك يوقفك عن الاشي، شو ما كان في ظرف قدامك، شو ما كانت في عقبات قدامك، خليها لمصلحتك، الناس بحاجه الاشياء الموجوده جواتك، لانه اذا الاشياء الموجوده جواتك انت طلعتها لنا، وكمان جوانا طلعتها عمر وساره طلعوها لنا، احنا كلنا رح يكون في عندنا تبادل لطاقات ابداعيه موجوده جواتنا. كنت معكم زيد الصمادي.